نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. في وقت تنتظر فيه الجزائر خطوات إيجابية من فرنسا، أقلها الاعتراف بجرائمها الاستدمارية وتعويض ضحايا التجارب النووية إبان الحرب التحريرية، تواصل الأخيرة استفزازاتها اللامسؤولة تجاه الجزائر بمناقشة برلمانها مشروع قانون اعتذار من الحركة. القرار سيخلف بحسب متابعين تصاعد التوتر في العلاقات الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية التي تشهد بروداً وندية وصلت إلى الذروة في الفترة الأخيرة. يتمادى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مرة أخرى من أجل مآربه الانتخابية، فبعد التطاول على الجزائر وتاريخها تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية غداً الخميس لمناقشة قانون اعتذار من الحركة. فالحركة بنظر ماكرون وعاء انتخابي معتبر يمثل مليون صوت، ومن أجله وجب الإمعان في استفزاز مشاعر الجزائر حكومة وشعبا. هي خطوة جديدة تأتي في الاتجاه المعاكس لمسار تهدئة العلاقات مع الجزائر. السباق للرئاسيات والدجل السياسي لبعض المترشحين الفرنسيين أدى إلى جعل الجزائر مركز اهتمام كل من لديه رغبة يعني في ربح بعض النقاط الشعبية في حملته الانتخابية. خطوة باريس قد تزيد بحسب مراقبين من حدة الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة التي غدتها تصريحات ماكرون والأخيرة المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية. يعد بطبيعة الحال استفزاز جديد، استفزاز آخر هدفه استقطاب الوعاء الانتخابي للحركة وأبنائهم. أخشى أن جعل الجزائر كمتغير التعديل variable d'ajustement يعني لملء أوهام نيوكولونيالية واللعب على أوتار تاريخ استعماري فظيع جروحه لا زالت مفتوحة سيعقد معادلة التسوية والتهدئة مع الجزائر. لعب فرنسا على أوتار تاريخ استعماري فظيع سيعقد بحسب مراقبين معادلة تسوية العلاقات الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية ويقطع معها حبل الود، وقد تكون باريس الخاسر الأكبر في ظل تزاحم دول كبرى في عقد شراكات استراتيجية مع الجزائر كان آخرها إيطاليا. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة المحلل السياسي عامر رخيلة. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور، أي قراءة تقدمونها لمناقشة البرلمان الفرنسي مشروع قانون الاعتذار من الحركة في الوقت الراهن؟ لما نقول مشروع قانون في مفهوم القانون بمعنى أنه مطروح من السلطة التنفيذية على السلطة الشرعية، بمعنى أن قصر الإليزي هو الذي يعرض قانون على الجمعية الوطنية الفرنسية للقيام بتسجيل اعتذارات الحكومة الفرنسية والأمة الفرنسية والدولة الفرنسية إلى الحركة على ما تعرضوا له. أنا أقول ما تعرضوا له في فرنسا، ما تعرضوا له من معاملات، من عنصرية، من تهميش، من إساءات. ولما نقول الحركة الآن تطرح مسألة أخرى، أن الحمى التنافس الانتخابي والتسابق للترشح جعلت الكثير من القوى سواء اليمين المتطرف أو اليمين يتخذون مواقف تتنافى والمبادئ التي تقوم عليها الثورة الفرنسية أو المبادئ التي تحكم العالم اليوم في إطار الدولة اللي تقوم على حقوق الإنسان، الدولة اللي تقوم على احترام الآخر إلى غير ذلك. يبدو لي بلي سيد ماكرو أنه ينهج نهجين، نهج فيما يخص طلبات الشعب الجزائري، الطلبات الرسمية المقدمة من الجزائر، وهو الحديث عنها بوعود سياسية لا تتجاوز حدود الخطاب ينتهي أثرها بانتهاء سيد ماكرو من كلمته. لما يتعلق الأمر بما يحرقل ملف تسوية والمصالحة بين الشعبين الجزائري والفرنسي بمعالجة ملفات الذاكرة، ها هو نلاحظ كيف يلجأ إلى معاكسة المطالب الجزائرية ورد عليها بسن تشريع يجعل الحركة في يعني يتلقون اعتذار
السلطات الفرنسية. أنا أعتقد بأن هذا المنطق وهذا النهج ستسفيه للأيام، ومن ليس من شأنه أن يكون بمثابة طرف للعلاقات الجزائرية الفرنسية التي كنا ننظر خلال الأسبوعين الماضيين خلال تصريحات ماكرو وغيرها من السياسة أن هناك تجاوب مع المطالب الجزائرية، ولكن يبدو لي أن التجاوب جاء في إجابة مثل هذا القانون أو مشروع القانون المعروض على الجمعية الوطنية الفرنسية. نعم، أي انعكاسات محتملة للقانون على العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة أصلاً؟ لو أن هذا القانون طرح في ظروف عادية قبل سنوات، قبل عشرية، قبل عشريتين، قبل حتى سنتين، لقلنا بأن الأمر هذا شأن داخلي ويخص فرنسا في علاقتها مع مكون من مكوناتها اللي هي مجموعة من مجموعة الحركة، والتي يقدر تعدادهم بالجيلين الأول والثاني وأبنائهم في حدود 1,200,000 إلى غير ذلك. المهم هذا ولا، وهي كتلة انتخابية مهمة جدا بالنسبة لماكرو أو غيره، ولكن انعكاسات هكذا موقف في هكذا ظروف، أنا أقول بأنه سيكون لهذا الموقف صدى سلبي ليس لدى المواطن الجزائري فحسب أو الفعاليات السياسية والثقافية، بل سيكون حتى على الصعيد الرسمي. يتأكد صانع القرار السياسي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، يتأكد بأنه هناك استمرار لمدرسة كولونيالية عندها منطق، هذا المنطق لم تتخلص منه، رغم أنه الآن نستعد للاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع الجزائر لاستقلالها. نعم نعم دكتور عامر رخيلة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا كزافي بيرتروند أن خصمه الرئيسي في الانتخابات المقبلة هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، مشددا على أنه الوحيد القادر على هزيمته. وفي مقابلة تلفزيونية شدد السياسي الفرنسي على أن فرنسا بلد عظيم يجب احترامها، وقال لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا أو الجزائر عدم احترامنا. وأشار كزافي أن الرئيس الحالي لا يسمع الأخبار وليس على علم بما يحصل في الشارع، مؤكدا أنه يجب وضع حد لهذا الاضطراب الدائم في كل مكان. أوضحت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أنها ستباشر يوم غد إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية إلى الجهات الأمنية للتحقق من الوثائق والتأكيد من توفر شروط الترشح، حرصاً منها على تطبيق قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر المقبل. وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن تقديم طلب الترشح إليها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يعني بالضرورة قبول طلب المترشح. قالت وكالة الأنباء السورية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخين باتجاه الجولان استهدفا مناطق جنوب العاصمة دمشق. وأضافت الوكالة في منشور على حسابها فيسبوك فجر اليوم أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا بصاروخين باتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصاروخين المعاديين دون وقوع خسائر. أكد أمين عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة. وخلال ندوة حول إحلال السلام في الشرق الأوسط قال أنها تقام في التي تقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعا القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إظهار الإرادة السياسية اللازمة وإحياء الحوار بينهما واستئنافه. أغلقت قوات الأمن في السودان الطرق الرئيسية المؤدية إلى الخرطوم لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة وتقليص نسبة المشاركين، في إطار استنفار أمني كبير تشهده البلاد
في وقت تواصل فيه الجهود الدولية لإيجاد مخرج للأزمة. استنفار أمني كبير في العاصمة السودانية للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى المقرات الهامة قبيل انطلاق تظاهرات مليونية محتملة ترفع شعار الخلاص من العسكر. تظاهرات تأتي في إطار التصعيد الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير لإجبار الجيش على تغيير قراراته بشأن حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، إلا أن محللين توقعوا أن تكون هذه المظاهرة بأعداد قليلة جراء استهداف المدنيين خلال المليونة السابقة التي خلفت قتلى وجرحى. أتوقع أن تكون الأعداد أقل عن المليونية السابقة، لأن الحكومة مارست قمعا شديدا خلال المليونية السابقة، وكانت هنالك إصابات وكانت هنالك وفيات. رغم إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن مجلس سيادي وأداء أعضائه القسم، لكنه لحد الآن لم يتم اختيار رئيس الوزراء بسبب الضغوط الدولية على البرهان بحسب مختصين الذين لمحوا إلى إمكانية اتجاه البلاد نحو التعقيد جراء الاحتقان السياسي. الوضع معقد في السودان وهنالك احتقان سياسي. عبد الفتاح البرهان أعلن عن المجلس السيادي وأدى أعضاء المجلس السيادي القسم، ولكنه لم يفلح حتى الآن في اختيار رئيس الوزراء ربما بسبب الضغوط الدولية. ردود الأفعال الدولية تتواصل تجاه تطورات السودان، في مقدمتها الولايات المتحدة التي دخلت على خط الأزمة، حيث أجرت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية موليفي لقاءات مع مسؤولين سياسيين وكذا نشطاء من المجتمع المدني لحلحلة الأزمة السودانية. طلبت الخارجية الأمريكية اليوم مجدداً من المواطنين الأمريكيين الموجودين في أثيوبيا مغادرتها فوراً في ظل المخاوف من اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا، كما دعت الأمم المتحدة لوقف المعارك لإفساح المجال أمام حل سياسي للصراع الدائر منذ عام، في وقت يحتدم فيه القتال في عدة جبهات شمال البلاد، ويستمر القتال بين القوات الحكومية الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وفصائل مسلحة أخرى متحالفة معها في مناطق بإقليمي أمهر وعفر المتخامين لإقليم تيغراي، وذلك وسط مخاوف من اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا. أعلنت موسكو أن أرمينيا وأذربيجان اتخذتا إجراءات لوقف الأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بعد المحادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء إنه نتيجة المحادثات الهاتفية مع وزيري الدفاع لجمهوريتي أذربيجان وأرمينيا التي تم إجراؤها بمبادرة من وزير الدفاع الروسي، اتخذ الجانبان الأذربيجاني والأرميني إجراءات لبسط الاستقرار في المنطقة. كشف مصدر في الحكومة الإيطالية أمس الثلاثاء أن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقعان على اتفاقية الأسبوع المقبل في محاولة لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الحياة السياسية. وقال مسؤول إيطالي آخر إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في عديد المجالات. اندلعت صدامات بين قوات الأمن البولندية ومهاجرين عالقين على الحدود مع بيلاروسيا، وحاول بعض المهاجرين القادمين من العراق العبور إلى بولندا من منطقة قريبة من نقطة تفشيش حدودية، وتصدت قوات الأمن البولندية بخراطيم المياه للمجموعة التي حاولت اختراق حواجز موجودة بالقرب من المعبر الحدودي. مع رفض اللاجئين العودة إلى بلدانهم وتهديد لوكاشينكو الغرب برد قاس، تتجه أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية على ما يبدو إلى مزيد من التصعيد بعد وقوع مواجهات بين حرس حدود بولندا ومجموعات من اللاجئين حاولت الثلاثاء اقتحام الحواجز المقامة في المنطقة. وتتبادل مينسك ووارسو الاتهامات حول ما وصف بأنه حرب هجينة،
تتفاقم في المنطقة وسط تصاعد المخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية، بعدما أعلنت الخارجية البولندية أن الجانب البيلاروسي زود بعض اللاجئين بأسلحة. من جانب آخر، اتهمت بولندا مسؤولي الأمن البيلاروسيين بتدمير الأسوار الحدودية، وقالت وزارة الدفاع البولندية إن القوات البيلاروسية تهدم السياج في الليل من أجل تمكين المهاجرين من عبور الحدود بشكل غير قانوني. ويحتشد حوالي 4000 طالب لجوء بحسب تقدير حرس الحدود البولندي على طول الحدود مع بيلاروسيا في ظروف بائسة وسط تدني درجات حرارة إلى ما دون الصفر. وتتهم القوى الغربية بيلاروسيا بافتعال الأزمة بدعم من روسيا من خلال استقدام مهاجرين إلى الحدود لإثارة خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه مينسك وموسكو. ومع تواصل السجالات بين الطرفين، بدأ أن وضع اللاجئين يزداد سوءا مع تواصل الظروف القاسية بسبب تدني درجات الحرارة وافتقاد الأغذية والأدوية والمياه. وكانت مجموعات من اللاجئين حاولت مجددا أمس اختراق الحدود البولندية، لكن حرس الحدود البولندي رد باستخدام الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين المحتشدين عند المعبر الحدودي وعلى طول الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. في الأثناء، لوح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو برد قاس إذا تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد بلاده، وردا على تهديدات سابقة للرئيس البيلاروسي بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات تعليق إجراءات التصديق بصورة مؤقتة على ترخيص تشغيل خط نورد ستريم 2 البحري لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا لاعتبارات قانونية. وفي هذا السياق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن أوضاع ومعاملة اللاجئين والمهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك باستخدام المهاجرين ردا على العقوبات التي فرضها عليها بسبب قمعها العنيف للمعارضة منذ الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020. دفن أعضاء من الجالية المسلمة في قرية بولندية شاباً سورياً قضى وهو يحاول عبور النهر الفاصل مع بيلاروسيا طمعاً بالحياة أقل بؤساً في ربوع الاتحاد الأوروبي. الصلاة الجنازة أثار. أحلام هذا المهاجر السوري اليافع انتهت هنا في هذه المقبرة البولندية. قضى أحمد نحبه وهو يحاول عبور النهر الفاصل بين بولندا وبيلاروسيا طمعاً بحياة أفضل في ربوع الاتحاد الأوروبي. شأنه شأن 11 مهاجراً لفظوا أنفاسهم الأخيرة منذ بدء أزمة المهاجرين الحالية. المقبرة كبيرة، وسنتناقش مع الجالية المسلمة في بولونيكي كيف يمكن أن نتشاركها. لم يستطع السكان هنا سوى أن يؤمنوا لأحمد دفناً لائقاً على الطريقة الإسلامية. شهدته عائلته عبر اتصال بالفيديو تطوع به طبيب سوري يعيش هنا منذ سنوات. كان يبحث عما يبحث عنه أي شاب لديه أحلامه، لكن الحظ لم يحالفه، الموت كان أسرع. هذه القصة المأساوية تلقي بالضوء على معاناة آلاف المهاجرين تبدو أبواب الحظ مقفلة بوجههم، فبعدما هربوا من جحيم أوطانهم الغارقة في الحروب والنزاعات والاضطرابات والفقر، وجدوا أنفسهم عالقين يحاصرهم الجوع والبرد القارص الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم مع اقتراب فصل الشتاء. أكد رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية في مصر شاكر أبو المعاطي إمكانية وصول العقارب والثعابين التي ظهرت في أسوان الأسبوع الماضي إلى العاصمة القاهرة. احتمال تكرار سيناريو أسوان بالقاهرة وارد، ما يثير مخاوف سكانها، فما عاشه قاطنو مدينة أسوان كان مفاجئاً في ليلة رعب سببها السيول المتهاطلة التي جرفت العقارب والثعابين، مما خلف تسجيل مئات الإصابات بسبب اللدغات. فقد أكد قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية في مصر إمكانية وصول العقارب والثعابين التي ظهرت في أسوان الأسبوع الماضي إلى العاصمة، لكن بقائها لن يطول بسبب العمارات السكنية والبنايات التي تجعل من الصعب انتشارها في القاهرة. ظهور العقارب في أسوان وعلاقته بالأمطار
يرجع إلى سقوطها بشكل غزير، ما أدى إلى حدوث سيول قابله انهيار منازل عدة وكذلك المقابر. لدغو العقارب والأفاعي السكان سبب عديد الإصابات مثلما كشفت عنه وزارة الصحة المصرية، نافية عن تسجيل أي وفاة بسبب ذلك. وعلى ما يبدو أن مدينة أسوان المعروفة بمناخها الحار صيفاً والمعتدل شتاءً قد تغير، وهو ما يؤكد حقيقة أن المناخ العالمي يتأثر بسبب الاحتباس الحراري. بالاقتصاد، توقعت شركة روسنفت العملاقة أن تتجاوز أسعار النفط عتبة 120 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام المقبل، ونقلت وكالة تاس المتخصصة في شؤون الطاقة عن مسؤول بارز في أكبر مجموعة نفطية روسية قوله أن المستوى الحالي لأسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل تقيدها توقعات بتزايد الإنتاج العالمي ومخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا. استطاع الشاب الجزائري خالد باستا من تطوير رجل آلي يمكن من إخماد الحرائق وحتى إسعاف المصابين وسط ألسنة النيران. مزايا هذا الابتكار الجزائري لا تتوقف عند التدخل في مرحلة ما بعد الحرائق، فالروبوت يحوز على استخدامات تتيح الكشف المبكر عن شرارات الإنذار. بين أجنحة المعرض الدولي لأنظمة الأمن والحماية يقدم خالد أحدث ابتكاراته، رجل آلي بقدرة تدخل لإخماد الحرائق وحتى إسعاف المصابين أثناء نشوب ألسنة النيران. احنا عندنا ابتكار هو روبوت لمكافحة الحرائق، الاسم تاعو اسمه إيكوزيوم. طورنا هذا الروبوت لتطوير مجال مكافحة الحرائق هنا في الجزائر، وهذا الروبوت يقدر يحمي يبروتيجي دي جون. الروبوت الخاصية تاعو نقدروا نبعثوها ان ديستونس تاع 300 متر، وعنده لو جي تاعو يقدر يلحق حتى ل 80 متر. هو سان روبو يلي اوتونوم، يبو فونكسيوني جوسكا 6 اور دوتونومي، فيه دي باتري يبو ريزيستي. مزايا هذا الابتكار الجزائري لا تتوقف عند التدخل في مرحلة ما بعد الحرائق، فهذا الروبوت يحوز على استخدامات تتيح الكشف المبكر عن شرارات الإنذار. عنده الخاصية الثانية تاعو تما يقدر يترونسبورتي عندنا امالاد ولا امبليسي، نقدر نحكموه نحطه في برونكار ندوه الى منطقة آمنة. الان الروبوت هذا طورناه باش نقدروا نبينوا لي كومبيتونس الجيريان، تسمى الشباب الجزائري واش يقدر يدير. بخطوات ملؤها الفخر والاعتزاز يحدثنا خالد عن ابتكاره، كله امل للشروع في انتاج وتسويق اختراعه على نطاق واسع. احنا عندنا معرض في دبي في شهر جونفي ان شاء الله، راح ندو الروبو هذا ان شاء الله نسيو ندخلوا للاسواق العالميه ان شاء الله. مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة، مصنعون ومهنيون في قطاعات عديدة أبوا إلا أن يشاركوا في هذه التظاهرة بمختلف المعدات والمنتجات المبتكرة المتخصصة في مجال الأمن، الصحة والبيئة. وعندنا يعني الأجهزة المضادة للحرائق، منها الإلكترونية ومنها الغازية ومنها المائية، وكاين عندنا ثالث تاع لي كونترول داتسي، يعني الابواب الميكانيكيه والالكترونيه، وعندنا يعني امور اخرى يعني لتتابع هذا الدومين اللي هي السيستم دالارم اونتي انفيزيون. لو برودوي تاعنا سي ان برودوي دو بومباج مخدوم سولون دي نورم اوروبيان. احنا عندنا دي انجينيور كي فون لا كونسيبسيون يديروا صدر سي دي انجينيور كاع يديروا الحساب كو سوا في الالكترونيك كو سوا في لا ميكانيك كو سوا في الهيدروليك. احنا لوبجيكتيف تاعنا في هذا المعرض نقدموا تسمى ان برودوي صنع جزائري.
هذا ويطمح المنظمون على غرار المشاركين في الطبعة الثالثة للصالون في أن تشكل التظاهرة بداية لتصدير ابتكارات الجزائر ومشاركة أوسع للبلاد في محافل دولية مماثلة. تفاقمت تداعيات الجفاف الحاد الذي يعصف بالاقتصاد المغربي لتطال مصادر مائية حيوية شمال المملكة بعد أن جفت مياه أطول أنهار البلاد لأول مرة في التاريخ، ظاهرة بدأت تهدد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي. يجب محمد ضفاف نهر ملوية أو ما تبقى من آثاره بعد أن جفت مياهه إلى حد بات عاجزاً عن بلوغ مصبه في البحر المتوسط، ظاهرة مأساوية أخفت أطول أنهار المغرب من الوجود لأول مرة في التاريخ وحرمت مدينة السعيدية السياحية شرق المملكة من أبرز مواردها الطبيعية. قساوة الجفاف هنا قلبت موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية بعد أن باتت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر الآفل على امتداد 15 كيلومترا، ما دفع بالكثير من المزارعين على ضفتيها إلى التخلي عن أراضيهم. في الضفة اليسرى للنهر تبدو الفواكه المنتجة هنا باهتة ومشوهة الشكل بفعل سقيها بالمياه المالحة والملوثة. انخفض معدل التساقطات المطرية في المملكة بأكثر من 84% منذ مطلع السنة الجارية، عاصفة بالزراعة في المغرب المحرك الأساسي للاقتصاد في المملكة ويمثل نحو ربع اليد العاملة فيها. تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم من حجز مقعد في اللقاء الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022 بعد تعادله إيجابياً بهدفين في كل شبكة ضد وصيفه منتخب بوركينا فاسو، وبهذه النتيجة تتواصل سلسلة انتصارات زملاء يوسف بلايلي لتصل إلى 33 لقاء. الخضر أنهوا مرحلة المجموعات متصدرين المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة متبوعين بالخيول البوركينابية ب12 نقطة، يليهما منتخب النيجر بسبع نقاط، فيما تذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد صفر نقطة. ليس من فلسفتنا في اللعب الانطلاق في المباريات بهدف المحافظة على النتيجة، رغم أننا واجهنا منتخبات عدة تلعب بهذه العقلية، وهذا ليس مبدأنا ولا فلسفتنا ولا طريقة العمل. إذن هي مباراة بوضعية صعبة نوعا ما بسيكولوجيا، فيها الخوف من تلقي الأهداف، ومن الصعب التعامل مع مباريات كهذه خاصة ضد منافس ليس له ما يخسره لأنه يلعب للتأهل للمونديال. هو منتخب كبير ولم يكن له حظ المشاركة في كأس العالم في السابق. في الشأن الثقافي، شارك الخطاط نور الدين كور في أكثر من 60 معرض فردي وجماعي داخل الجزائر وخارجها، وها هو اليوم يضيف إنجازاً جديداً يعزز تجربته الفنية بإنشاء رواق الفن الكور. رواق الفن كور مكسب ثقافي يتعزز به سوق الفن التشكيلي بالجزائر، ويعتبر أول رواق للخط العربي. الرواق سيكون فسحة جمالية جديدة لمحبي الفن التشكيلي بمبادرة الخطاط المشهور نور الدين كور، الذي تزيد تجربته عن 40 سنة في مجال الخط العربي. مواصفات عالمية اعتمدها القائمون على إنجاز هذا المرفق الذي يتربع على مساحة تتجاوز 220 متر مربع بألوان تنوعت بين الأبيض والأحمر والرمادي لإضفاء لمسة جميلة على اللوحات المعروضة وإرساء حوار ثقافي بصري بين الفنانين. المختصون في مجال الفن التشكيلي يؤكدون على وجوب إنشاء أروقة فنية كثيرة لأنها تظل قليلة جداً مقارنة مع عدد الفنانين التشكيليين المحترفين
والعدد الكثير من الطلبة المتخرجين من مدارس الفنون الجميلة الذين هم بحاجة لقاعات عرض لتسويق أعمالهم. المشهد الثقافي في الجزائر يزدان بواجهة جديدة في مدينة وهران تفتح شهية المبدعين لتجود أناملهم بلوحات وتحف فنية لتغدو الجزائر أكثر بهاء. نهاية النشرة. إلى اللقاء.